اخوان، هاي اخر مره راجع الخطه. هاي الغرفه اللي اجرناها وهذا المكان اللي راح نبوقه. لو نحفر النفق من جوا هالحائط المسافه راح تصير 7 متر. زين نقدر نحفر بليله واحده اخويا؟ لازم نكمل الحفر بليله واحده، واحنا راح نفوت من المخزن وهي جهاز الانذار ما راح يدق. راح ناخذ الفلوس ونطلع منين ما دخلنا. تمام اخويا. يلا ليش واقفين؟ اخذوا القزمه والكرك بسرعه، وانا اشغل الموسيقى حتى ما يسمعون صوت الحفر، وراح نشتغل وما حد يدري بينا. صفية! صفية! نعم نعماني اجيت. صفية انا مو قلت لك هاي الغرفة ما تأجريها، واذا تأجريها حضري مي ورد وانطي خبر للدفان. قلت له ما قلت؟ ما دام عانتيني واجرتيها يعني تريد تموتين، مو صحيح؟ اهو لا تعصب نعماني، انت اسألني ليش انا اجرت هالغرفة وبعدين احكي. اي راح اسألك ليش اجرتيها. بابا الجماعة راح ينطون 700,000 ايجار، يعني بهالوقت 700,000 قليل؟ فوقها غرفة صغيرة هم. ليش ذولا؟ ها؟ احنا محتاجين 700,000؟ انا مو داي اجيب لكم فلوس على هالبيت؟ الاكو ماكو جاي تلقوني جايب لكم اياه، مو صح؟ صح تحكي نعمان. شنو هاي؟ صوت الموسيقى هذا راح يخبلني، انا راح احكي وياهم. تعالوا وياي. نعمان، نعمان اهدأ، عوف الطبق. ايه انت لا تتدخلين. ويلي الباب، الباب يندق. يلا غطوا المكان بسرعة، غطوا غطوا حتى لا يشوفون شي، يجوز يجي صاحب البيت، وانت غطي التراب. تفضل. أنا حج نعمان المصارع العالمي صاحب هذا البيت وهذا الطبر مالتي، وهاي آلة الموسيقى واتي. خير خماكشي بهالساعة من الليل تشغلون موسيقى وانت 3 نفرات عبالك عشيرة كاملة تطلعون هالقصوات عيني؟ ليش؟ عم احنا نتدرب حتى نطلع موسيقى بروفيشنال. وانا هم بروفيشنال سايق تاكسي، يعني الصبح لازم اقعد من وقت، لازم انام هسا. اعذرنا بس باكر عندنا حفلة مهمة كلش. الشباب دا يتحضرون على مود الحفلة بابا. حفلة؟ حفلة مالي اشهاية؟ نعماني راح يجي مسؤول كلش كبير من الخارج، وهم راح يسوون حفلة لاستقبال هذا المسؤول، وهم يشتغلون هواية حتى يظهرون فن بلدنا. كلش حلو نعماني. وشغلة ثانية هم راح يمثلون بلدنا بأحلى صورة. شقد حلو. كلش مهم انه احنا نمثل بلدنا، يعني احنا بس على مود نمثل بلدنا ضحينا بهواية اشياء. شنو يعني ما نضحي بهالنومة هاي؟ يلا يلا يا ابني يلا اشتغلوا 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 هواية ومثلوا بلدنا. تمام يلا احنا هم نروح ننام. يلا 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 يلا. اوف واخيرا راحوا. يلا شباب خلينا نكمل حفر. يلا صفية وينكم انتو؟ قلتوا نأجر الغرفة واختفيتوا بعد ما بينتوا، خيركم؟ شنو صاير وياكم؟ حنين البيت صار كلش حلو، بعد ما اريد اطلع من البيت ابد. لشعين الواحد ما يقدر يطلع من بيته اذا ما يقفله زين. ايو صار هسه؟ يعني اذا ما تذبين حكي ما ترتاحين ست حسنية. احنا بيتنا صار مكان للفن، احنا اجرنا الغرفة الشباب موسيقيين، هم ننطرب وهم نحصل فلوس. يعزفون بالبيت؟ ايه ما يوقفون ابد، 24 ساعة يعزفون. لان هدوء عجبهم جو البيت. ايه كلش مقتنعين بالمكان. تعرفون ماما اجرت الغرفة بنفس ايجار فيلا؟ والله لو اني ما ادخل ناس ما اعرفهم البيتي. ها ايه بس عما انت شكو واحد تزوجينه مفلس تجيبيه على بيتنا، ما بقيتي واحد كلهم جبتيهم، شو وقت تبطلين من هالشي؟ ولج زينة يا الثولة اشو انت لسانش طولان؟ ها ترى اقصة لسانش بالمقص. لا تسوين هيك خالة، البنية من حبها قلشت الشاقة، لا تعصبين على البنية.
خطية. يا جماعة احنا ندعم الفن بكل اشكاله، الحكي بيناتنا هم كلش حلو يعزفون. من الصبح لليل انا بغرفتي واهز خصر على صوت الموسيقى وساد الباب علي، ومن الرقص خسرت هواية من وزني. صفية سويتينا واهس، نقدر نجي احنا هم؟ طبعا تقدرون تجون، اصلا هم يحبون هالشي. اي وتعرفون من راح يجي؟ محافظ بولونيا، هم على مود يسوي له حفله 24 ساعه يتدربوا. اي خلي اصير في عبد اليوم. يلا تعالوا انتوا هم. بس يا جماعه ترى اخليكم تفوتون على الحفله ببلاش، ولا تنسون هالفضل. ها يلا. يلا.